اه لا مش اللي هو بقى انا وكيل اعمالكم ومفيش بودي جارد مفيش كذا ما المنظر ده ما استاذ جمال بيتكلم على انه الموضوع مش موضوع برستيج لا خالص تايتل او رقم يجي منين انا بقول لحضرتك انا وكيل اعمالكم على الرغم ان هو يستحق الحقيقه اي رئيس تولى مسؤوليه النادي الاهلي يستحق المكان هو لا يهتم لا يهتم برضه بعد اذنك استاذ احمد بالشكليات بهذه الشكليات لان مش هي اللي بتصنع الشخصيات شخصيات هي اللي يعني وهو قاعد في الجنينه عادي ما بيبقى شخصيته معروف ده فلان هي طبعا برضو بتبقى رد جميل يا استاذ جمال منه للنادي اللي عمل له طبعا الهاله الاجتماعيه دي بسيطه بجد يعني وهكذا بقى المميزات يعني الشخصيه وصول كابتن محمود الخطيب طبعا دلوقتي لمقر النادي دكتور سعد شلبي اهو كمان مع المدير التنفيذي في استقبال الكابتن اتفضل يا استاذ جمال واخد بال حضرتك فهي الفكره انه انت كمجلس اداره لما يبقى عندك مفهوم ان انت مجلس اداره بانتخاب الجمعيه العموميه فبتبقى حريص على انك تبقى التكليف والتشريف بالظبط هو تكليف وتشريف تكليف وتشريف وانه انا مش باخد نجمه زياده لا بالعكس انا انت مختارني عشان اعمل لك اللي انت عايزه ده دوري كمجلس اداره يعني ايوه وهي الحقيقه مهمه صعبه جدا لقطه معبره جدا كابتن خطيب والمهندس هشام سعيد ايوه ونفس دلاحه من اقدم الاعضاء في مجال يعني. السابقه وجاي مارس دوره كعضو على فكره بالظبط يعني انا في ظني مع الـ مع الـ مع المسؤوليه الكبيره جدا لاي حد في اي موقع داخل النادي الاهلي بيبقى وكانه ده 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 شعوري يعني او توقعي بيبقى دايما حريص على انه يدي كمان قدوه يكون نموذج للي جاي بعد منه يعني خريجين المدرسه دي يا استاذ احمد فكره انك انت ترسي القاعده دي هي بالممارسه صحيح. يعني انت ممكن تقعد تكلمني على شعارات وقيم ومبادئ كتير جدا لكن تصرفاتك هي اللي هتثبت هي دي اللي هتؤكد ان انت عندك بيقولوا مبادئ ولا مبادئ ايه التتش مبادئ التتش أيوة. الذي لم يضبط يوم مديرا للنادي ولا رئيسا للنادي ومع ذلك ولا في اي حاجه الا انه كان رجل في جيله كل شيء بالنسبه له صحيح. اسمه النادي الاهلي فتعلمت منه يعني. اجيال لم يتقلد اي من المناصب كابتن حمود اخر مره بعد ما باركنا له بعديها بكام يوم كده جه النادي وكنت سعيد قوي انه اتقابل مع بنات التتش العظيم طبعا ليله الانتخابات كان فخور قوي انه شافه رغم ان هذا الرجل يبقى علامه من علامات النادي الاهلي فاكيد ده بيتنقل يا استاذ احمد بالجينات هم دول تربيه النادي الاهلي ومحدش طمع في اسم الاستاذ ازاي ما ينفعش لا محدش طمع ان هو مثلا ينال شرف انه الملعب الرئيسي بتاع النادي الاهلي الملعب التاريخي ده يبقى باسم حد تاني مثلا ليه لان خلاص انت يا سيدي الدنيا مليانه حاجات انشئ حاجه جديده وحط عليها اسم حد يعني ولا حد مستني حد ولا يفكر بالظبط كده يعني كان من الممكن جدا في ظل الطفره الانشائيه اللي احنا بنتكلم عليها وافرع جديده وملاعب جديده في بعض الانديه سيدي لو ملعب تنس يسموه ملعب الخطيب مثلا لا في هو كان عملها الكابتن حسن لكن لا احد يذهب الى هذا الاتجاه لا في مثلا تلاقي ملعب في مكان معين في انديه معينه تلاقي مثلا حديقه الاطفال اللي هي المراجيح بتاع الولاد الصغيرين والحاجات دي مكتوب عليها هذه الحديقه اهداء من فلان الفلاني ده لو حد مقدمها لو حد عاملها يا عمي طب يعني ما انت عايز تعمل ده ايوه ما تعمله اذا انت بتحب ولاد النادي وولاد الاعضاء تقدم لهم الخدمه طارق قنديل كفراوي ضماطي محمد الحديث عن الجمهوريه الثانيه ومصر الجديده على طول الاهلي يعني استقبل الرساله لانه هو الكبير برضه في هذا المنحة الرياضي الاجتماعي وهذا هو عنوان حتى الكتوبه اللي على براند النادي الاهلي استقبلها وماشي في هذا التطوير وهذا التدرج يعني وبالتالي لا يعني هنا الكيانات الكبرى لابد ان تسهم مع الدوله المصريه في انها تروح لهذا البعد محرم الراغب واحد من علامات النادي الاهلي طبعا دكتور عمرو علواني اللي هو سفير نور رموز الحياه وكلها اسماء يعني يذهب لهم الخطيب اهو
لا تبقى علاقات الموده وال طبعا وبين الاجيال المختلفه الحقيقه برضو واحده من السمات المميزه جدا لرجال الاهلي. الحكايه يا استاذ احمد قصه مش قصه اداره والله، تباري خالص، هي تباري على خدمه للاسره، اللي بيروح الباقي بيروح وراه يقول له نحن معك اذا كنت تريد منا شيء. لم نرى، وانا بتحدى الحقيقه اي حد يقول لنا ملامح غير اللي احنا بنقولها، ربما نكون احنا يعني شويه في اتجاه النادي الاهلي، مش صحيح، مش صحيح. انت قلت حاجه مهمه، الارقام، والان بقى الصوره التي لا تكذب. يعني انا اسف، يعني في اقل من هذه يعني البراندات والاسماء كيانا، لا كنت تلاقي حاله زي كده حول الرجل ناس كتيره وبتاع يعني لا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، دي ثقافه مش رياضه، لكن بس ايوه دي ثقافه، هنا ثقافه رياضة. النادي الاهلي هنا انت عضو في اسره النادي الاهلي، هنا انت لو تستطيع انك تخلي الجمهور يبقى موجود هتخليه يبقى موجود، وفورا اذا كان هناك مكان. انا بقول لحضرتك لو ان شاء الله الامور تخرج بقى للنور وملعب النادي الاهلي طبعا كابتن زكريا ناصف فورا كنت هتلاقي ان جزء من المدرجات متاح لجماهير النادي الاهلي اصحاب الكيان الحقيقيين. لم ارى احد يزايد على الجمله دي من اول الاهلي المعاصر، وانا يعني بقول دول الفترات اللي عشناها، او من اول كابتن صالح رحمه الله وربنا يدي الناس صح الى الكابتن محمود الخطيب